في منشن مع النجم الدكتور طارق العلي، حياك الله. هلا والله، حياك الله دكتور. بالبدايه نبي نعرف المسرح رايح الى وين، وتحديدا مسرح طارق العلي الى وين؟ الى ما شاء الله، الى ان اقف. اذا في استمراريه من وراي يعني نفس شركتي مسرح طارق، لكن الى ما شاء الله. اليوم هل تلاحظ في انتعاشه في ابو الفنون المسرح؟ اكيد. ما هو المسرح يمرض بس ما يموت، هذا العقار اللي اعرفه. اي لا، وحتى المسرح يمكن التلفزيون اخذ الممثلين والمنصات، لكن المسرح لا. بس ما شاء الله ابو محمد، انت يعني حتى على المنصات تغلبت، قمت تعرض مسرحياتك في المنصات. وانت اعتقد من الاوائل اللي سويت ولا اعرض مسرح. اي نعم، فالمسرح متواجد شغال الحمد لله. في اتهام دائما يجيك ابو محمد بانك انت تاتي باسماء نجوم كبار بالوسط الفني الى مسرحك، تحرقهم ويمشون وتكون انت المستفيد. لا لا، هذا كلام فاضي. شلون اجيب واحد احرقه؟ وين قاعد؟ هو ما راح يقبل اصلا. لا، انا اجيب شباب ويشتغلون معاي وبعدين ينطلقون في الساحه، اما النجم هو نجم يشتغل معاي ولا مع غيري. فهمني؟ تتابع السوشيال ميديا ابو محمد؟ والله اتابع. ايش رايك نشوف اراء الناس واسئلتهم في السوشيال ميديا؟ ننتقل الى الانستغرام. خذ راحتك. من الفنان او الفنانه اللي غيابه ترك اثر في مسرح طارق العلي؟ هو ما في فنان معين، لكن الشباب اللي اشتغلت معاهم لما يروحون فرق ثانيه فاشتاق لهم. منو مشتاق له اليوم؟ والله الأمانة كذا اسم، وما أبي أطرح أي اسم عشان لا ينحسب على هذا ولا هذا، لكن أشتاق لهم. حتى نجوم لما أعمل معهم أشتاق حق عبد الناصر درويش، داود حسين، أسماء كثيرة، أحمد فري، عرفت؟ ننتقل إلى تويتر. كثير نشوف تعليقات في تويتر فيها هجوم على طارق، لكنك تلتزم الصمت، هل هذا خوف أو احترام أو راحة بال؟ مكبر رأسي. أنت كبير يا أبو محمد. مكبر رأسي لأن الناس صايرة رتويت بعضها، فهذا اللي هاجمني رتويت وانطباع، فليش أرد عليه؟ خلاص قال رأيه، برد كبده، بردت كبده، خلاص كيف هو. هل يعني إذا في نقد يعطيني ويرفعني ويعلمني ما عندي مشكلة، بس معظمهم أنت فلان كلام تويتر، يظل كلام تويتر. في أكثر يعني برامج التواصل الاجتماعي نشاطاً في برنامج سناب شات، خلينا نشوف سؤال السناب شات. نشوف فيديوهات مع الكثير من الأشخاص باستثناء أولادك، شنو السبب؟ بيتي خصوصيتي، حالة خاصة بيتي، ما أحب أحد يشوف بيتي. لكن أنا برنامجي اليومي طارق، أنت شو يهمك ولدي ولا بنتي ولا زوجتي ولا أسرتي؟ وأنا أحترم أيضاً إخواني، كل واحد بيطلع يعني في ناس، واخاف من ايضا يعني من العين والحسد صراحه. يعني انا عندي حفيدي ما طلعته للحين، اخاف عليه. لكن انت تبي طارق اسرته، انا مسكر الباب هذا، خط احمر. اي لان تتابعني ولا تتابع اسرتي؟ وفي ناس هو حر، بيتي باب مسكر، حياتنا ثانيه. ابو محمد، لو نبي نرجع الى المسرح، يقولون دائما ان العنصر النسائي في مسرح طارق العلي تكمله عدد، هل هذا الكلام صحيح؟ هو معظم المسارح عندهم العنصر النسائي، خصوصا بعد يعني قليل العنصر النسائي، بس لا، انا لها دور. ما في شيء اسمه تكمله عدد، المسرح ما دام حطيت شخصيه في المسرح لها دور، سواء قليل ولا كبير. وانا الحمد لله قضايا اجتماعيه وبطلات معي، مرام، هند بلوشي، ميس كمار، اسمها نوره العميري، شاهد سلمان مؤخرا. ايوه شاهد سلمان. اي نعم. طبعا على طاري شاهد سلمان، يقولون ان هي بديله هيا شعيبي في مسار طارق. لا تجيب لي سيره هيا شعيبي، ما هذا اسالوهم هم. انا ما انا ممثله شفتها عجبتني جبتها، ما لها علاقة لا بهي ولا تمام. لا تجيب لي سيرتها. إذا نبي نتكلم عن إنتاج مركز فروقي، ويعني قلنا يعني ما نشوف أعمالك في القنوات الخليجية زامنا مع نجومية طارق العلي، شنو السبب؟ هو طبعا أكثر شيء أعمالي كوميدية،
الدراما يمكن معظم القنوات هذا ياخذون دراما، بس انا بشاهد بالام بي سي شغال، تلفزيون الكويت، عندكم اي تي في. لا من قال لك؟ واحنا كم قناه خليجيه يمكن عند مو سكه فروق الدراما؟ لا لا سكتها كل اللي انت قلته عرضت فيهم. نعم. يعني احنا اليوم خلينا نكون واقعيين، الام بي سي، روتانا قاعد عرض فيهم، دبي، ابو ظبي، وين تبي بعد؟ في عندك الكويت هني اي تي في، تلفزيون الكويت، سكوب، في يعني كل بس انت اليوم تجيك قناه ما تعطيك السعر اللي يناسبك. عرفت؟ وفي قناه تقول لك والله مو محتاجه الحين عادي. دائما يقال بان مسرحيات الفنان طارق العلي القديمه كانت فيها اهداف وكانت فيها افكار وكانت عميقه من الناحيه السياسيه اكثر، عكس الان ترفيهي فقط. من يقول هذا؟ هني السؤال. اراء الناس. الناس على عيني وراسي، بس قلت لك انا الناس بعضهم مشكلتهم يرتوت الكلام اللي قبله. انا قلت لك انا طارق في طارق طارق وطارق من ولما يقابلوني بعضهم يقول طيب احنا شفنا عكس. زين، واليوم المسرح السياسي ميت خلاص اليوم بوجود السوشيال ميديا، انا خذيت الخط الاجتماعي. بس صعب الجمهور يتقبل من اي فنان يتكلم بالسياسه، ولكن تقبل من طارق العلي. اي انا اليوم ايضا اسافر دول ونروح، بس انا الحين حتى دول الخليج قاموا يتقبلون المسرح السياسي نوعا ما. أنا لما أروح أسافر ما أطرح قضايا تمس دولهم، لأن أنا ضيف. تحترم؟ أحترم طبعا، لكن أتكلم دائما عن الوحدة الوطنية، الشيء الوطني اللي يهم البلد. أنا دائما أتكلم عن الوحدة الوطنية، الولاء، هذا اللي دول الخليج الحمد لله يعني. أنا أما قضية ساعات قضية داخل الكويت ما لهم شغل دول الخليج، فنلعب نسوي لنا لفة كذي، إلا أنه ولو نحن احداثنا واحده يعني المجتمع واحد يعني الخليجي، لكن كل دوله لها المقبول هني ممكن مو مقبول هني، واللي مو مقبول هني مو مقبول يعني كذي. دام طرينا اراء الجمهور والناس، ايش رايك محمد نشوف بعض ارائهم ونشوف اكيد طاقيني عادي. متى يكون طارق العلي زعلان او معصب؟ زعلي وعصبيتي اخشم، لان الناس ما لها ذنب تشوف الحزن او الزعل، او هو جايك يتفائل فيك، يشوف ضحكته فيك، فلما انت تعبس بوجهه او فهو اذا انت زعلان منو؟ فازعل في داخل بيتي، خصوصيتي عند اهلي والناس المقربه لي، اما ضحكتي عامه. محمد، صحيح دائما يقولون نجوم الكوميديا في العالم هما في الحقيقة حزينين وكئيبين؟ إيه، لا أنا واحد يمكن ينطبق علي هالشيء. إيه ليش لا؟ قد يكون أنا في طفولتي حزن وزعل وهذا، وفرغته في الضحكة للناس. يمكن أنا ما أبي الناس تشوف اللي مريت فيه ها ويزعلون، لا والله أبيهم يشوفون سعادتي. رحم الله بك. فلا يمكن ينطبق علي هذا. ايش رايك نشوف ونسمع بعض الاراء؟ بس مو وايد عادي طبعا يعني تطقطق. دكتور طارق علي، السلام عليكم. من اللي يعجبونك من المشاهير؟ المشاهير اللي عنده طرح زين، اللي تحترم الناس. ترى هو المشهور سواء سيء ولا زين، اللي طرحه زين وحلو ومرح. ساعات في ناس مرحين يونسك، لكن ايضا هذه اللي الناس تحبه. من تتابع انت بنفسك؟ انا طلال الحيري. طالب الحيري اتابع. وجهه تحيه، كان ضيف عندنا. اي ابو عدنان، والله في اسماء حلوه بس ما يحضرون الحين. اي نعم. وحتى فاشينيستات في بعض. تابع فاشينيستات؟ اي اتابع. من تتابع؟ يعني اشوف هذا سوري في كلمه اللي عندها طرح جميل ومحترمه في كل يعني حاشمه روحه. يعني قد يعني سفور ما عندنا مشكلة محجبة، لكن تحترم هالشيء اللي هي الناس تعمل، لأن هي أخلاقها مو مهم لبسها أو شكلها الظاهري، أهم شيء أخلاقها. اليوم أنت خصوصا السوشيال ميديا تمثل نفسك. صحيح. يعني طارق العلي يطلع بدور يمثله، بس أنت أو أنت وثق تماما. ساعات في ناس
سيئين بالسوشيال ميديا، عند متابعين الناس بعد هم تدور، هم بعد مهينة العالم ما تقعد راحة. يعني أنت اليوم تيجي واحد عنده محتوى زين متابعينه يمكن 200,000 ولا 30,000، واحد ما تدري أو واحدة شلون صايرة بالملايين بعد، هذا واضح بالسوشيال ميديا. يعني لا سوي مع احترامي للناس، لا أخلاق لا سلوك لا شيء هيلقي. لكن والشركات تركض وراه ودو الإعلانات عنده والمحترم هذا ما يبونه بس. أبو محمد، يعني قبل أنتقل إلى السؤال الأخير، الدكتور طارق العلي صنع مسرح في الكويت ولقبت بسفير السعادة ويولد جمهور من جميع الدول الخليجية ومعروف حتى في الدول العربية. متى الفنان طارق العلي ينشئ مدرسة خاصة فيه ويحضر له طلبة ويتعلمون من الخبرة اللي أخذها على مدار السنين؟ أنا مدرسة، أنا مسمون طارق مدرسة، مدرسة موجودة والخبرة من الطلبة اللي يعملون معي أو يحضرون مسرحي. اليوم أنت غير الورشة غير والحضور غير، فأنا اليوم من يعمل معي إن شاء الله يستفيد، وكثير من عمل معي والله وفقه إن شاء الله وصار له اسم وكيان جميل. وحضورك للعروض هذا اللي ثقفك، مو الورشة بس، الورشة تعطيك. ما تطمح أنك تنشئ أكاديمية خاصة فيك؟ لا، بس أنا أكاديميتي مسرحي، من يريد أن يتعلم مني أنا يحضر لي ويحضر حق غيري بعدين، إذا يصير عنده ثقافة مسرحية. أما أني أنا أنشئ أكاديمية، عاد الدولة جزاها الله خير تبي، ترى في ناس أنشأوا معاهد أو ورش وهذه يعني مؤقتة، وأيضا وجود المعهد العالي المسرحية هذا يعني يكفي ووفي. وصلنا معاك دكتور إلى سؤال الخط الأحمر، راح نوجه لك هذا السؤال، لك الحق أنك أنت تجاوب عليه. أنت بخاش حق آخر شيء عشان أزعل. ولك الحق أنك ترفض وما نعرض السؤال. أنت ذي أمر علي. أقرأ هذا كله ولا الأخير؟ آخر سؤال بس. إيه دور إبراهيم الحساوي. لا جاهم. إيه؟ أنا أول شيء أحيي إبراهيم الحساوي، أبدع في هذا الدور. ولا وإن تفضل الدور يعني أنا يوم كنت أشوف مسلسل أقول هذا جوي، هذا كاركتر. لما صار اتصال بيني وبين الأستاذة هدى حسين أهنيها على المسلسل، على حمد دكتور حمد الرومي، على كذا فنان، فقلت لها ما أدري أم حسين كاركتر إبراهيم الحساوي، لأنهم دقوا علي الأمانة قبل المسلسل، نبيك كاركتر بس ما قالوا هذا الدور. صار اتصال نبيك معاه. هل قبل الله يقولك الدور صار في اختلاف منو اسمه قبل؟ لا 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 لا. اتصلوا الأختبة، اتصلت علي أستاذ طارق نبيك معانا في مسلسل كذا كذا. فأنا اعتذرت لأن أنا قاعد أصور مسلسل غريب، ومسلسل كف وتفوف فخر شرف لي أشتغل مع هالأسماء الجميلة، هدى حسين، عبد الله ملك، خالد البريتشي، إبراهيم الحساوي، الأسماء الجميلة الموجودة. بس شو اللي صار؟ ما كنت أعرف منه معي الأمانة، بس صار أن أنا الوقت التصوير هم في مملكة البحرين وأنا في الكويت بتعارض وياي، عرفت؟ في فترة كورونا. اي ومو بس كذي، لا مو قضية كورونا يعني تاخذ إذن. اللي صار أن هذا المسلسل خفت أنه أيضا يكون، أخاف أنه حق رمضان، بقولها لك صراحة، وأنا عندي غريب رمضان. اليوم لو بغيت أسوق هالمسلسلين بياخذون أكثر شيء، خلنا نكون واضح، اللي فيه هدى حسين وطارق العلي، مع احترامي للأسماء الموجودة، طارق أحمد فراي، لا تدري بعد تسويق صحيح، فراح يمكن أسهمه تكون أكثر، أكثر مو أن قلة في مسلسل، لكن أسهمي يقولك أنا ليش أشتري هني وهني، كان طارق هو اللي أبي موجود صح. فقلت لا، وهذا متعوب عليه بعد أيضا، فهني اعتذرت. لما شفت المسلسل تحسفت، بعدين في شغله انت جددت يعني مصلحه فروقي على مصلحه طارق العلي. طبعا لان فروقي ايضا في ناس شغاله. تحسفت انت قاعد تقول؟ اي تحسفت. ليش؟ ان احس عفوا والله اعتذرت، بس لان انعرض بعد رمضان، هو المفروض والله اعلم بعدهم المعلومه عندهم، المفروض هذا يصير حق رمضان، وتاخر في تصويره، صارت له ظروف ظاهر هذه المعلومه ان شاء الله اكون، بس شنو صار بعد رمضان
عرفت يعني لو مصور يمكن راح نعرض بعدين، لكن اللي موجود كفه ووفى صراحه وابدع. لو نعرض هذا العمل او شاركت فيه، منو الاسم راح يكون، منو اسمه يكون قبل؟ فنان دكتور طارق العلي او هدى حسين؟ لا هدى حسين عيب. دكتور طارق العلي احنا تشرفنا في منشن، كل الشكر لك حبيبي.